بخير ابو ماشيش معكم. انا رحت للسياحه من البينا ريسورت في تاكاتور. اليوم عندنا سواح ارتأوا ان ياخذوا لهم كم يوم في هذا المنجع. اجينا من يربان، طبعا يربان شوي كان الجو حار تقريبا 25-26 درجه. هنا في هالمكان عندنا تقريبا 16 درجه، اجواء لطيفة جدا. الطريق كان شوي امطار، هسه راح نفر لكم الكاميرا شوي على الجوانب تشوفوها. هنا عندنا هذا الخضار اللي تشوفوها. احنا اليوم تموز، شهر تموز، اعتقد بالدول العربية بالعراق الاردن الخليج العربي الامارات وسلطنة عمان هالخضار ما باقي من الحر محروم، لكن هنا هسه تشوف الورود والاجواء. طبعا جو لطيف جدا، يعني تخيل 16 درجه وهذه الورود موجوده. هنا عباره عن كوتيجات. احنا سبق عندنا تقارير عن هذا الموقع على اليوتيوب من خلال قناتنا أرارات للسياحه، تقدرون تدخلون تتابعوها. واللي لحد الان ما مشترك بقناتنا قناه أرارات للسياحه نأمل أن يشترك حتى يقدر يتابع كل تقاريرنا. طبعا هذه الحديقة تحت تصرف النزلاء، فيها لعبات صغيرة للأطفال. وهنا أمامنا الفندق في هذا المنتجع، بداخل الفندق أيضا موجود صالة صغيرة للعب الأطفال. هذه الشاليهات اللوكس. الشالي احنا اللي اجرناه اليوم شالي رقم 10، هذا اللي امامنا يتكون من 3 غرف نوم وصالة، حمام ومطبخ. الحمام في الطابق السفلي وحمام اخر في الطابق العلوي مع جاكوزي. الحجز هنا يكون وفق اتفاق مسبق وتحويل للمبلغ مسبق، لان ما ممكن نحجز وقبل الحجز قبل الموعد بيومين ثلاثة يخابرنا يقول والله نعتذر ما راح نقدر نجي لاي سبب كان. فنقول مو مشكلة تدفع فلوسه نعطيهم العالم حقهم وانت لا تجي. هذا اسلوب التعامل هنا أنا. اوكي، هذا المكان في منطقة تاكاتور كل سواحنا زاروها. تاكاتور اللي هي مثل التلفريكات، ممكن ان نحجز لك يومين 3 ايام حسب ما ترتئي. وجولاتنا انطلاقنا يكون للسياحة من هالمنطقة، يعني نجيكم من يريفان تبعد 65 كيلومتر من هالمنطقة، ناخذكم نتوجه الى بحيرة سيوان تفترون ورجعكم تقيمون في هذا المنتجع. فالاجواء مثل ما قلنا اجواء ربيع على الشتاء. هذا السماء تشوفوها هي وغيومها ومنطقة هادئة جدا، يعني اذا تسمع صوت الاوراق الاشجار اذا اكو تيارات هوائية، أو تسمع صوت الطيور. فاللي يريد يرتاح يتصل بينا نقدر نأجرنا في هذا المكان وأسعار مناسبة إن شاء الله. أنطيكم على سبيل المثال هذا الكوتيج بدون إفطار بدون أكل، يعني تقدر حتى تطبخ بها بمطبخ وبطباخ وحسب الأصول. نأجر لك يا تقريبا بدون افطار 125 دولار اليوم، 125 الى 130. اذا ردت افطار لا السعر يتغير. وهذه سيارتنا اللي اجينا بها، طبيعة جميلة جدا. هذه كل عبارة عن شاليهات.
موجودة غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة. إذا تريدون تتابعون نشاطاتنا تقاريرنا تابعونا على اليوتيوب، على اليوتيوب فقط اكتب أرارات للسياحة، تفتح لك صفحتنا قناتنا قناة أرارات للسياحة. يفضل أن تضغط السبسكرايب اشتراك قناتنا وتضغط الجرس حتى يوصلك إشعار عن التقارير اللي ننشرها. تقدرون تتابعون أيضا على الفيسبوك، فيسبوك عندنا جروب خاص باسم جروب أرارات للسياحة، أيضا ننشر كل تقاريرنا بالعربي عن أرمينيا. وعندنا الفان بيج اللي باسم أرارات للسياحة أيضا، أو تقدر تكتب أرارات توريزم بالإنجليزي يطلع لك. حبذا لو تضغط اللايك نكون مشكورين. وصفحتنا الرئيسية هايك دانيال. أما على الإنستغرام عندنا اشتراك، عندنا مساهمات، لكن بصراحة الإنستغرام والسناب شات بصراحة أقول لكم أنا مفعال بها، مجرد ملاطفة، لأن إخواننا الإماراتيين والعمانيين طلبوا أن نسوي لنا صفحة على السناب شات. لكن بما أنه تقاريرنا شوية تكون مطولة ومفصلة فما عندنا مجال ننشرها على السناب شات ولا على الانستغرام، فننصح الأخوان وندعوهم أن يتابعون على اليوتيوب والفيسبوك. وهذه الباقات من الورود اللي أمامكم أرارات للسياحة يهديها لكم. أعتقد تسمعون صوت الطيور. بعد قليل راح ننتقل إلى تلفريكات ساكازور، أحاول أنقل لكم بعض المشاهد الحية من هناك. وبعد ساكازور نتوجه إلى لؤلؤة أرمينيا الزرقاء، بحيرة سيفان. كما ذكرنا الشاعر ماكسيم غوركي وصف بحيرة سيفان بأنها قطعة من السماء اقتطعت وسقطت على الأرض وتشكلت بحيرة سيفان. أنتم مع أرارات للسياحة، تقبلوا تحياتنا.